السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير على خير. ولما نطول عليكم نكملوا الاسئله ديالكم، لان صراحه داكشي راه باقي كثير وكثير وكثير بزاف. الفيديوهات الاولين لك انت اخويا، اول فيديو غادي تشوفوا هو هذا، وما لقيتي السؤال ديالك راه كاين في الفيديوهات الاولين، غادي نخليهم لكم في الديسكريبسيون ان شاء الله، راه تقدر تشوف فيهم الاسئله الاخرين. راه ضروري كنوعدك غادي تلقى الجواب ديالك مليون في المية، لان الاسئله راه بزاف وبزاف، وكنحاول باش ما نطولش عليكم نبداو في الاسئله ديال السؤال الاخر. واش لما جبتيش بحال دابا بي ان على الدقه الاولى، واش كاين الغاتخاباج ولا يمكن لك تدوز وتاخذ ديبلوم اخر؟ لما جبتيش البي ان، المهم بي ان لان كيتكون من اربعه ديال لي موديل، هذوك لي موديل اللي دوزتيهم وما جبتيش، مثلا نقول ما جبتيش جوج، هذوك جوج عندك فيهم الحق تعاودهم عاوتاني ما جبتيش. السؤال الثاني ديال الاخت سناء، عافاك انا عاد شديت البي ان وراني حيره واش ندير الكوخ اودا اوتيل فافخا، واش تقدر تعطيني شي نصيحه؟ او واو، بالنسبه للدومين هادو صراحه كندويت لكم على الدومين ديال كرانكن فليغا، الدومين ديال الكوخ. اختي ما اش غادي نقول لك النصيحه اللي غادي نعطيك، ما نعطيك انا ما تسنى مني انا نعطيك حتى شي حاجه، نقول لك ديري ا ولا ديري بي، داكشي غيبقى لك انت. وانما باش نوضح لك الصوره، بالنسبه للاخوان اللي كيديروا الكوخ، راه ملي غادي دير اخويا ولا اختي الكوخ، راه غادي تخدم في الكوزينه ديال الالمان. ملي كنقولوا غتخدم في الكوزينه ديال الالمان، على حساب انت واش داير السيرفيس، واش غتسربي ولا غتخدم للطيب لداخل، تعال طيب الداخل، راه اول اخويا غادي طيب الحلوف، باه طيب الحلوف، عاد طيب بالشراب. الا اختي انت هادشي عندك فيه، ما فيه عندكش مشكل، شوفي انت مع راساتك، انا ما غادي ننصحك حتى شي حاجه. الناس اللي غادي يقول لا ما ندخلش الكوزينه، غادي ندير انا نسربي هذاك الشيء، راك غادي تسربي اخويا الشراب، لا ما ندويو على ذوق واش كاينه الملحه واش كاينه كذا، ما انما كنقولوا غادي طيب هذاك الشيء، يعني راك غادي تذوق اخويا ولا اختي. المشكل عاوتاني ديال الكوخ، اللي واش انت يا اختي تقدري تخدمي مثلا كان شي عيد شي حاجه، عاد غنقولوا حنا درت الكوخ خدمتي فريستو، كان شي عيد ولا شي حاجه غنصيدك قضيه ديال لا راه عندي صافي انا عندي فيغين، راه كاين عيد مثلا ما خدامش، ولا راه السبت ولا الحد، الناس ديال الكوخ راه كيخدموا السوايع والسوايع زايدين، لان بعض المرات كيكون الدق كيكون شي عياد ديالهم، كيكون عندك مثلا انت واحد سبعه السوايع ولا ثمانيه السوايع، خدمتي مثلا في واحد الريستو من الجوج مثلا عندك واحد سبعه السوايع من الجوج حتى للتسعود مثلا، والكليان بقى كيجي كيجي كيجي، وشي صاحبك اللي كان غادي يجي غادي يخدم مثلا الليل، الريستو كتخدم حتى الليل، وداك اللي غايجي ما جاش، وغايقول لك الشاف لا تبقى انت تزيد لي السوايع، يعني ماشي من ديك الناس اللي غادي تخدم في البيرو غاتوصل اخويا مثلا توصل سته في البيسي وسير، الدومين هذا كيبغي الصبر والسوايع زايده. كان علاش كنقول لك هادشي هذا؟ ان كنعرف بزاف ديال الاخوان، لا حتى غادي تلقيه في لي كومونتير ديال الفيديو اللي دويت لي على سميتو الكرانكن فليغا والكوخ، غادي تلقى في لي كومونتير شي بزاف ديال الاخوان كيتشكاو اخويا راه جيت وما عجبنيش الدومين، راه جيت وعطوني كنغسل المعان وكاين الصاد وكاين كذا وكاين كذا، هذا علاش هاد الدومين طريحي مع راسك اختي، وشوفي انت فين كتلقاي الميول ديالك وفين عندك يعني واش ما عندكش مشكل في هادشي ولا لا. وباش نسهل عليك راه غادي نخلي لك اللينك في الديسكريبسيون ان شاء الله اللي مداير فيهم داو فيهم على الدومينات هادو، وشوف انت اللي غادي يمشي معاك والله يسر الامور. الاخ قال لك فوقاش كيبدا الاوس بيلدونغ، الله يرحم لك الوالدين، امين يا ربي والدينا ووالديك. اوس بيلدونغ عنده اخوي كاين اللي كيبدا في شهر 8 وكاين اللي كيبدا في شهر 9، يعني 8 9 وكاين اللي كيبداو في شهر 2، المهم الاغلبيه ولكن الاغلبيه كيبداو في شهر 8 شهر 9. الاخ يوسف قال لك واش الزواج مرا المانيه انا في المغرب شحال ديال الوقت خاصك باش تجمع معاها في المانيا وشكرا. كنعرف واحد السيده اختي اللي بغات ولا خويا، كنعرف واحد السيده خويا اللي يعني راجلها كاين في المانيا مغربي حتى هو وبغى يدير لها تجمع، وانما الفيزا خدات لها وقت طويل، وصلت دابا ل 10 شهور، وعاباش كيخصك انت تقرا واحد اللغه واحد النيفو الاول. المشكل كيبقى خويا في هذيك الفيزا كما عرفتوا، دابا جات هذه الحمله ديال الاوس بيلدونغ والخدمه وكذا والقنصليه ولا على الضغط، يعني عول اخويا واحد العام تقريبا، وانت وزارك عاوتاني فيما طاح لك الدوسي، والله يسر الامور. وكاين بعض المسائل اللي كنت دويت عليها في الفيديو ديال الوثائق ديال الزواج وداك الشيء، المسائل مثلا انت اخويا مرتك تكون مثلا هنايا وعاوش عندها شي مار تقدر دير شي حاجه شي سيرتيفيكات صيفطها باش كيديروا لك التسريع، اما لك انت داك الزواج العادي يعني غادي تدفع لك الوراق وتستنى دير لك التجمع غادي ياخذ لك شويه ديال الوقت، عطي راسك الصبر والله يسر لكم. الاخ حسام قال لك فاخ خافت في اللاغا لوجيستيك ايجابيات والسلبيات، عندك شي فكره؟ واخويا خويا هذا الدومين هذا غادي نخلي لك تا هو في الديسكريبسيون، غادي لك الدومين كامل بالوثائق بشنو كيتقرا فيه بكل شيء، عباش تفكرتوا هذا صراحه كنت باغي نجاوبك دابا، وانما كما عرفتوا الفيديو كيجي طوال، خلي لك في الديسكريبسيون ان شاء الله غادي تلقى جميع المعلومات اللي خصك في هذا الدومين ديال لاغا لوجيستيك.
اخ عبد الله، واش الحلقه نلقى فيها عقد اوس بينو؟ بالنسبه للدومين هذا اخويا باش نكون معك صريح، صعيب صراحه باش تلقى فيه، لان اش غادي نقول لك، ماشي شي دومين اللي غادي نقولوا فيه خصاص بزاف، كاين بنادم هنا كيحلق، وانما اش غادي نقول لك، لكن انت هنايا نقول لك راه تقدر تلقى ماشي غير اوس بينو، تلقى خدمه ديريكت، تكون هاك تطلق طالق يدك شويه في مقاس وشويه في الماكينه كيف ما عارف هاد الالمان هادو راه شعره مسال دغيا كدير الطقطاش، عندنا حنا اللي فيه المشكل، والدراري تبارك الله في المغرب حلاقه ناضي. دا الدومين صراحة صعيب باش تجي فيه اخويا من تكوين ميال، لحد الان مكنعرفش باقي مكنعرفش شي واحد جا فيه، ولا كان شي واحد من الاخوان اللي كيتفرج في الفيديو هذا وجا فيه، مكرهتكش اخويا تكتب ليا، سوا تكتب ليا بريفي في الانستغرام تقول لي اه راه كاين اخويا راه جيت بيه، اولا كتب لنا في الكومنتار باش هكا الاخوان تما اللي غادي يشوفوا هادشي يستافدوا، ونبقاو في المقولة ديالنا ديال الخير راه عمر قصير. الاخت سمير اخويا السلام عليكم، بالنسبة لعروض العمل في المانيا فين ممكن نلقاهم بحال شي سيت؟ جزاك الله خير. كاينين بزاف ديال لي سيت اللي ذكرتهم لكم في الانستغرام في واحد الري، المهم كاين مثلا جوب بوز، ياك كاين سواء يكون عندك واحد البروفيل في لينكد ان، كاين داك الموقع ديال ستيب سترون، كاين جوب وير، كاين انديد، كاين بزاف، حاولي تدخلي للريل ديال الانستغرام راه فيه كاع هادوك لي سيت اللي غادي تلقاي فيهم خدمه، والله يسهل الامور. اخ عمر قال لك الا ساليت اوس بيلدونغ الاول يمكن ليا نبدا اوس بيلدونغ اخر ديريكت، ولا ابايت كيبا ما يخليني. الناس ساليت اخويا الاوس بيلدونغ راه كتسالي هذاك اصلا ديك الكونتر ديال اوس بيلدونغ مع ابايت كيبا الاول كتسالي، ولا عندك الجهد اخويا ديال اوس بيلدونغ الثاني والثالث اخويا. هذا علاش كنحاول نقول لكم الاخوان، حاول اخويا تعرف الدومين اللي داير، هاد مادام قلتي لي هاد السؤال راه باين اخويا درتي شي دومين وما حملتيش وغير كملتي فيه، واني اما انك كملتي راه كنقول لك برافو عليك. الناس اللي غادي يستافدوا من هذا السؤال، اللي جيتي اخويا فشي دومين حاول دير شي دومين اللي غادي تجي غادي تقرا في هذيك السنين، ومن بعد اخويا جيت تخدم وتدبر على راسك وتهلا ليا في مالين الدار وتبدا تدخل ليا انت في العلاقه، ما بقاش اخويا جيتي هنا من اوس بيلدونغ اوس بيلدونغ اوس لازم تمشي كبر في لاج اخويا، انما تشارك بنان مزيان كي انفيستي في راسو كتانفيستي اخويا كتزيد تعرف شويه وكتعرف بزاف، وانما اش غادي نقول لك انك تبان ليا يعني ماشي لوجيك شي واحد اللي دار شي اوس بيلدونغ وسالاه ومشي عاوتاني يدير اوس بيلدونغ اخر ويسالي ومشي عاد قاد الدور اخويا بين الاوس بيلدونغ هاد، ما بلانش صراحه. كيف ما قلت لك باش نجاوبك على السؤال ديالك، ابايت كيبا ما عندوش حق اخويا ملي نسال اوس بيلدونغ ديالك سالات الكونترا صافي ما عجبكش اخويا تكمل مع الخدمه راه كتمشي اخويا لبلاصه اخرى، والله يسر الامور. الاخ واش يمكن الواحد يلقى تكوين مهني بلا ستاجات او اوي؟ جاوبنا على هذا السؤال هذا. كيفاش يمكن الواحد يدفع للشركات؟ واش يكفي انه يصيفط لهم غير الدوسي ديالو في واخويا هنا مكاينش هذيك القضيه ديال تمشي وتهز السيفي ديالك وتدق وتلقى السيكيورتي عند الباب وتقول لي هاك دفع لي كلشي اخويا، كيمشي غير بلي زيميل، لي زيميل راه بارطاجيت معكم مواقع فين تقدروا تواصلوا مع الشركات كاع الدوسي ديالك وتبقى تصيفط اخويا الشركات هذاك الشيء كلشي في الايميل. وكاينه طريقه اخرى اللي تقدر ديرها بالنسبه للناس اللي كيدويو شويه الالمانيه كيدويو مزيان، تقدر اخويا تهز التليفون وتسولها لو كذا كذا، وانما كنصحك اخويا تصيفط الايميل ديريكت بلا ما تبقى تهز التليفون وتشارجي وراك عرفتيني فين ندوي لك. بالنسبه للاخ قال لك خويا بغيت نجي فخ انفورماتيكا ولكن غير الباك اللي عندي ما عنديش كندير ندير ستاج باش نقوي الدو. صعيب اخويا هذا المهم هذا الدومين هذا شرحته لكم في الفيديو اللي قبل، وهذا السؤال هذا صراحه راه وصلني بزاف بزاف ديال الاخوان اللي عارفيني ولد الدومين بزاف ديال، كنتمنى تكون شفتي الفيديوهات اللي قبل لانه فيه فيديو توضيحي باش ما يكونش هذا الفيديو هذا طويل. السلام انا عندي باك بليس 2 ديف انستا، اصحاب الانستا خويا اصحاب الانفورماتيك تبارك الله موجودين عندي، وبان لي ندير لكم الغوك خدمه عندي نتوما. وي خويا بوسيبل بوسيبل تقدر تلقى في هذا الدومين، خاص غير ماشي بقاش في الدومين، هذا الدومين هذا مابقاش فيه اخويا لا راه عندي ديبلوم، عندك ديبلوم وانما تكون الراس هو عامر، حيت هذاك الشيء اللي ديال الناس هذاك لاش تي ام ال موريز وهذاك اش غادي نقول لك. كنتفكر داك الشيء اللي قرينا اخويا في المغرب وهذا الشيء اللي قرينا هنايا كنبقى نضحك، المهم تكون عارف الدومين شويه اخويا. السؤال الاخر ابايت ولا اوس بيلدونغ؟ الا كانت عندك يعني الشروط ابايت نورمال ابايت ديريكت. خويا الله يحفظك ليكزام سونتر قريتي فيه اللغه المانيه واش حتى هما كيعاونوك على الوراق؟ كيفاش كاين ما كاينش اخويا السونتر اللي قريتي فيه كيعاونك اخويا باش تقرا اللغه غير ما ينصب عليكم حتى شي واحد، حيت كاين بزاف ديال الاخوان كيتواصلوا معايا اخويا راه مشيت لهاد السونتر فلان فلاني وقال لي راه تقرا معنا اللغه وغادي نوجدوا لك الدوسي وغنصيفطوك شري، راه ما كاينش اخويا هادشي راه فين نصيب وياكم وحداي وحداي وتما حداي، انا تنقول لك السونتر كتمشي ديال اللغه ديال اللغه اخويا، هذاك الشيء ديال الدفع والديبلون وي جي كونتر داكشي داكشي راك تعتمدوا على راسك اخويا، وكاين شي هذوك شي شركات المهم كيكون داكشي الوسيط كاين اللي كيدير هاد الخدمه، وانما سول على راسك مزيان اخويا راه بزاف الدوله 3 مليون 4 مليون 5 مليون وكنعرفهم شخصيا
ولا غادي نفضحكم هاد الشركات. تقوا الله اخويا، تقوا الله وتقوا راعي ولد الدرويش مسكين. واش واحد مسكين مو غادا مسكين مسلفة 20,000 درهم ولا 30,000 درهم وتجي تعطيك انت وتبقى تطمع فيه تقول انا نصاوب؟ الله يهديكم والله. الاخ زيد قلت انت غادي اوس بيلدونغ النهار الاول في اللي غتحط فيه رجلك في المانيا، واش كاين اللي يكون معاك ويقلب معاك على الكره؟ اخويا مادام جيتي لهاد البلاد مني غادي تجي غادي تعرف هاد الهضره هادي. بزاف ديال الاخوه غتبان لهم هضرتي دابا في شكال، وانما مني غادي تجي لهاد البلاد اخويا ولا اختي اول على راس اصلي فريا فهاد كل الايام الاولى كتبغي تكتب شي واحد اللي يعاونك ولا كدا، ولا ان انت ديما واحد 90% ديال في بالك راه ما عندك حتى شي واحد، عندك الله في هاد البلاد، ولكن الناس بعائلتهم اخويا وما ماشي ما داروا معهم والو، انما الغالب الله كيجيب بنادم خدام اخويا من 9 حتى 6 كيجي عنده مراته وعنده وليداته وكيبغي يخرج معاهم، ما كاينش كيفاش غادي يمشي ويبدا يقلب معاك على الديور هادشي وهادشي. ماشي اش غادي نقول لك، تقدر تواصل مع مول الشركه تقول لي مثلا انا راه ما عندي مشكل فما عندي حتى شي واحد، واش كاين شي امكانيه؟ المهم في المغرب انت يحاول تضبط الامور ديالك، ماشي حتى تجي لهنا يا خويا وتحطك الطياره وتشدك الدوخه وما تعرف فين تمشي وفين تجي. دوي مع الناس الاولين اللي كتعرف نتايا، تحاول دوي معاهم في المغرب رجل الامور، ماشي حتى تجي هنايا باش تعول تقول لا انا وصلت تماك باش نشوف. غتوصل هنا خويا راه بخصوص لو وصلتي وكانت الشتاء ولا كانت الثلج والبرد غتبقى خويا داي خوات بدات تبكي في المحطه. وهادشي اخويا راه ما نبغيش، انا نبغيش شي واحد ولد بلادي يبان ليا مريح مسكين وتيبكي، ومنين تجي تسولو تقول لي مالك نقول لك اخويا ما عنديش فين نبات. وكيف ما قلت لكم شحال قدك اخويا، شحال قدك الضيف ديال عباد الله، وشحال قدك. المهم موضوع هذا فشكل، حاول اخويا في الاول ضبط الامور ديالك، دوي مع مول الشركه قول لي راه ما عنديش فين نسكن واش تقدر ديباني، قلب اخويا في اوتيل شي هوستل ولا شي حاجه اللي يكون رخاص، دوي مع شي صاحبك. المهم حاول ضمان داك الشيء، وديما كما قلت لك عول على راسك. ندوزو السؤال الاخر، واش 800 اورو تكفيك باش تعيش في المانيا شهر بوحده؟ 800 اورو تقدر تكفيك على حساب اخويا، واش نتايا كاري فيغي، واش كاري في مدينه صغيره واش مدينه كبيره، على عموم 800 اورو راه كافيه اخويا. الا بغيتي عاوتاني ماشي خويا تبقى تاكل لي في الريستو وتمشي توصل السبت عاوتاني تسهر وتمشي، فهمتيني اش بغيت نقول؟ 100 اورو كتبان ليا كافيه، واحد عايمشي على قدو ماشي اخويا باغي تلبس ليا الكوتشي وباغي تمشي تسهر ليا وتاكل لي في الريستو شي حاجه غادي راه 800 مع دوز لك حتى يومين. ندوزو سؤال اخر، كنحاول نزرب لان الفيديو بصراحه بان ليا حتى هو غادي وكيطور رغم ان الفيديو الاولاني حاولت باش ما يجيش طويل، وانما الاسئله صراحه راه كثار. لمشيتي لألمانيا وبغيتي تخدم شحال من ساعة كتخدم في النهار وشحال كتخلص في الشهر؟ على حساب اخويا، الا كنتي تكوين مهني راه عندك حق في نيبل جوب، كنتي ستودنت عندك مهم واحد 20 ساعة تقريبا، كنتي جيتي خدمة راه عندك حق اخويا خدم تتسخف. وبالنسبة لشحال كتخدم الساعة داكشي راه كيختلف، وانما سميتو بازيك اللي اضعف سالير تقدر تاخذه هو 12 اورو للساعه اللي دايرينه هما الحكومه، هو يعني قانوني. شي واحد لا خالصك قل راه دالك رزقك اخويا، راه تصب عليك. انت كتبدا من 12 اورو وانت طالع على حساب الدومين وعلى حساب الشركه، وانما ديك 12 اورو اللي قلنا راه بغوطو. راه بزاف الاخوان ما كيعرفوا شنو هو البغوطو وشنو هو النيتور. كيكون عندك البغوطو هو داك الدخل ديالك اللي كتاخذ نتايا، وانما كيمشيو منه بعض الاقتطاعات اللي مثلا غادي نقولوا ديال الصحه، فهمتي ديك الكرانك فيزيشيرون سوسيال فيزيشيرون، كيكونوا بعض الاقتطاعات. انت ديما خويا خاصك تسول على راس واش هذيك 12 اورو هما اللي دايرين هنايا 12 اورو كيعطوا لك بغوطو. شوف اخويا الاقتطاعات اللي غادي تخاد لك، شوف اخويا الاقتطاعات اللي غادي تخاد لك نتايا وشحال غادي يبقى لك. والاقتطاعات راه كتختلف، راه مديره في الفيديو يعني على حساب شطويا كلاس ديالك نتايا. غادي نخلي لك ان شاء الله الفيديو ديال هاد الاقتطاعات كيفاش تحسب الدخل ديالك والصافي، نخلي لك في الديسكريبسيون ان شاء الله. الاخ زاك قال لك خويا افتح، واش القليب من الدومين للدومين في المانيا ساهل؟ واش يمكن تعطي وي خويا هاد سميتو هاد الفيديو هذا غادي نخلي لك تو في الديسكريبسيون، لان جاوبت عليه صراحه في الفيديو الاول، وانما غادي نخلي لك ان شاء الله ليا. المهم راه كاينين شي اسئله بعداك اللي ما وصلونيش بحال هكم اسئله، وانما بحال هادشي اللي كتشوف انت هادشي حتى هو راه كيزيدني صراحه، وكنحاول نبارطاجي معكم داكشي من القلب باش نبقاو في المقوله ديالنا ديال الخير على مر الساعه. هاد الفيديو هذا حتى هو راه بان ليا تبارك الله جا طويل، غادي نحاول نقسم الفيديو، وفي فيديو الاخر ان شاء الله راه كنوعدك غادي نكمل لكم. يعني السؤال ديال الاخ عبدو، احسن خدمه يمكن نخدم في المانيا تكون ما صعيباش؟ واو بحال هاد الاسئله الاخوان صراحه كيصعاب الواحد يجاوب عليهم ملي كيوصلوا بحال الاسئله، عقلي كيحبس انا. ما كاينش اخويا شي دومين مي كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو، نشوفكم في الفيديو الجاي، عييت والله، السلام عليكم.